ومن شوارع العراق إلى سمائه، حيث قررت إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية تغيير رحلتها من ميونخ إلى أربيل للهبوط في مطار بغداد حتى توصل وزير النقل وبعدها تقلع راجعة إلى أربيل. هذا طائرة الخطوط الجوية العراقية على أساس 4.5 ساعات توصل من مدينة ميوشن إلى مدينة سليمان الأربيل على مود وفد حكومي الوزير والجماعة بها هم قاعدين هناك غيروا مسار طائرة من 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 أربيل إلى بغداد على أساس ينزلون من بغداد الجماعة ومن أربيل تروح من بغداد بعدين تروح على أربيل يعني صار ساعتين ونص تأخير بالجو هذا كلها أطفال ما يقدر ينومون يعني العائلة كل